طبعا من اول بدايه الازمه خالص احنا بدانا نعمل حمله توعيه كبيره جدا للموظفين عندنا جوه الشركه، باستخدام الاذاعه الداخليه بتاعت الشركه، باستخدام التلفزيونات المعلقه جوه داخل الشركه، باستخدام فريق السلامه والصحه المهنيه. بعد كده بدانا ناخد الاحتياطات بقى بتاعتنا نفسها، من اول لبس الكمامه اللي بيلبسها كل موظف من قبل ما يركب الباص، يعني العربيه بيكون جواها الكمامات بحيث ان هي لما تروح له عند بيته بيلبس الكمامه قبل ما يركب الباص. بيوصل هنا عند الشركة، بتبدأ بقى المراحل بتاعت دخول الشركة. أول مرحلة طبعا هي قياس حرارة كل موظف، أي موظف داخل الشركة، أي فرد أيا كان داخل الشركة لازم يعدي على قياس الحرارة في الأول، وبعد كده بيدخل على ستارة التعقيم اللي موجودة داخل البوابات. بالنسبة لنا هنا في المصنع طبعا بنبقى طبعا حاسين بالأمان، لأنهم هنا الصراحة المديرين كلهم بيبقوا خايفين على سلامتنا وعلى صحتنا، فاحنا بنبقى نازلين واحنا مطمنين، يعني ما عندناش أدنى مشكلة إن احنا شغالين حتى لو 24 ساعة في المصنع. احنا شغالين هنا في بورسعيد في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. زي ما حضرتك انت شايف احنا عاملين اجراءات احترازيه داخل صاله الانتاج، يعني مفيش اي موظف شغال من غير كمامه، كل الموظفين شغالين بكمامات. اماكن التعقيم موجوده في كل مكان، موجود في الشوف فلور، محافظين على المسافات ما بين الموظفين داخل صاله الانتاج.